انت بس لازم تفكر انه نحنا مع بعض بعالمنا الصغير الحلو. انا بدي اياك تنسى كل شي عم يصير برا حوالينا وفكر بالمستقبل، وكمان فكر باللي بدك اياه من الدنيا. رشا، انا ما بدي غير كون معك وبس وبس، مو نضل هيك بالسر. بدي نكون عيلة كبيرة، وبدي مكان نعيش فيه مع أولادنا.